صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم السبت بأن إيران مستعدة لاستئناف الحوار والاتصالات الدبلوماسية مع السعودية، مع العلم أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منقطعة في الوقت الحاضر. نقلت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله إنه هناك استعداد لتقارب من الجانبين، وإيران مستعدة للحديث مع المملكة العربية السعودية حول الخلافات الثنائية. وأتابع ظريف أنه لا يعتقد أنه يجب أن يستمر هذا النمط الحالي من العلاقات بين البلدين. وكان ظريف قد قال في سبتمبر الماضي أن الجانب الإيراني مستعد لتحسين العلاقات الثنائية مع السعودية طالما كانت لديها الرغبة في ذلك. والواقع أن علامات تخفيف التوتر العلاقات بين البلدين بدأت تظهر في الأشهر الأخيرة. ويوم 14 من أغسطس الماضي أفاد التلفزيون العراقي أن ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان كان يسعى إلى وساطة من العراق لإصلاح العلاقات السعودية مع إيران. وفي أوائل سبتمبر أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن إيران والسعودية سترسلان بعثات دبلوماسية لزيارة بعضهما البعض. بالإضافة إلى ذلك، زار ملك المملكة العربية السعودية لأول مرة مؤخرا روسيا، والتي تعتبر إيران حليفا لها.